السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في English Language. في هذا الفيديو مشاهدينا لدينا فعل to get، إذا سوف نقوم بتصريفه إلى simple present المضارع البسيط، simple past الماضي البسيط، simple future المستقبل البسيط. وهذا الفعل هو متعدد المعاني، لديه معاني مختلفة حسب سياقه في الجملة. ونقول to get أي حصلت على، أوكي؟ get أي حصل، ولكن لديه معاني متعددة. إذن سوف نبدأ بتصريفه إلى simple present المضارع البسيط. إذن نقول I get، I get أي أنا حصلت، أوكي؟ You get أنت أو أنت حصلت. قلنا أن فعل get لديه مجموعة المعاني حسب سياقها في الجملة. He gets، he gets، إذن نضيف الاس مع he، she، it، هو، هي، هو أو هي لغير العاقل. إذن he gets، she gets، it gets، أوكي، بإضافة الاس. إذن هذا هو التغيير الوحيد الذي يحصل في تصريف the verb to get مع simple present المضارع البسيط. إذن فقط إضافة الاس مع he، she، it. ولدينا we get، نحن حصلنا. You get، أنتم أو أنتن حصلتم أو حصلتن. They get، هم أو هن حصلنا أو حصلوا. إذن we get، you get، they get. لاحظتم أن فقط إضافة الاس مع he، she، it. وعندما نريد صياغة to get في النفي، إذن نريد نفي الجملة، لدينا مع I get نقول I don't get، I don't get، أنا لم أحصل. إذن كذلك بإضافة don't أو do not، don't أو do not، I get، I don't get. You get، أنت حصلت. You don't get، أنت لم تحصل. You don't get. He، she، it gets. He، she، it don't get. إذن لا نقول don't get، ولكن don't get. He don't get، she don't get، it don't get. We get، we don't get. You get، you don't get. They get، they don't get. إذن فقط نضيف don't أو do not، don't أو do not، لنقوم بصياغة الجملة في النفي. إذن نقول I get it، I get it، I get it، لأن النتيجة أما بين حرفين متحركين الإي والآي، إذن تنطق تي كدي، I get it. إذن حصلت عليها أو فهمتها، إذن نقول I get it لنقول أنني فهمت شيئا أو حصلت عليه، أوكي؟ I get it، I get it. ولصياغة نفس المثال في النفي نقول I don't get it، I don't get it، I don't get it، أنا لم أفهم، I don't get it. إذن بإضافة فقط don't، I don't get it. أو نقول I don't get this movie، I don't get this movie، أنا لم أفهم هذا الفيلم. لاحظتم أن get هنا جاءت بمعنى أنك لم تفهم شيء، لم تفهم، مثلا هنا قصدنا لم نفهم الفيلم، أوكي؟ إذن معناها جاء مختلف عن حصلت على شيء، إذن فهم يفهم. إذن هنا لم أفهم الفيلم، I don't get this movie، I don't get this movie. كما قلت لكم أن get لديها معاني مختلفة. أو نقول let's get started، let's get started، لنبدأ. إذن مثلا عندما نريد أن نبدأ الفيديو مثلا نقول let's get started، إذن لنبدأ، هيا دعونا نبدأ، let's get started. إذن فلننتقل إلى simple future، simple future، إذن المستقبل البسيط، simple future. إذن simple future نقوم بتصريفه كما في الأمثلة السابقة مع video to have ومع video to do، كذلك نضيف فقط will، okay، I will get، I will get، أنا سوف أحصل، I will get. إذن قلنا will تعني سوف أو س، I will get، أنا سوف أحصل. You will get، أنت سوف تحصل. He will get، she will get، it will get.
إذن لا يحدث أي تغيير، فقط نضيف well. We will get, you will get, they will get. Okay. لاحظتم أن تصريف الأفعال في simple future فهو سهل جدا. إذن نقول كمثال you will get good marks. You will get good marks. أنت سوف تحصل على علامات جيدة. إذن نتحدث عن المستقبل نقول will get. Will get. إذن نستخدم will. You will get good marks. أي علامات جيدة. You will get good marks. إذن الآن سوف ننتقل إلى simple past، الماضي البسيط. Simple past. إذن نقول I got. I got. إذن الإي تصبح أو. I got. أنا حصلت في الماضي. أوكي أنا حصلت في الماضي. You got. You got. He got. She got. It got. I got. You got. He got. She got. It got. You got. We got. They got. You got. We got. They got. إذن لاحظتم أن فعل to get هو فعل شاذ كذلك، هو كذلك مع قائمة الأفعال الشاذة irregular verbs، الأفعال المتغيرة عندما نقوم بتصريفها إلى simple past. أوكي إذن قمنا بتنزيل فيديو عن to have، لاحظنا أنه فعل شاذ، كذلك the verb to do فهو كذلك فعل شاذ، ولدينا the verb to get كذلك فعل شاذ، لأن الأفعال العادية أو الأفعال غير الشاذة نضيف فقط الإي ودي في نهاية الفعل، أما الأفعال الشاذة فهي تتغير في زمن simple past وال past participle. إذن سوف ننتقل إلى أمثلة. نقول مثلا I got a new bike. I got a new bike. إذن حصلت على دراجة جديدة. I got. إذن أتحدث عن simple past الماضي البسيط. إذن I got أنا حصلت new bike على دراجة جديدة. إذن bike دراجة new جديدة. I got a new bike. I got a cookie from the store. I got a cookie from the store. أنا حصلت على قطعة بسكويت من المتجر. I got أنا حصلت. وكيف الماضي a cookie أي على قطعة بسكويت from the store أي من المتجر store المتجر. I got a cookie from the store. أو في النفي نقول I didn't get it. I didn't get it. إذن I didn't get it. I didn't get it. إذن لدينا did the verb to do نقوم بتصريفه إلى simple past كذلك ما فعلنا مع الأفعال السابقة ونقول I did. I did نضيف له ال N وال T باختصار ل not. Okay. I didn't get it. I didn't get it. لم أفهم. I didn't get it. إذا لم تفهم شيئا إذا تقول I didn't get it. إذا هنا نتحدث عن الماضي. وإذا كنت أتحدث عن الآن أقول I don't get it. I don't get it. وإذا كنت أتحدث عن الماضي أقول I didn't get it. Okay. بعض المعاني الأخرى لفعل get لدينا get in trouble. Get in trouble. Get in trouble. يتورط في مشكلة ما. Get in trouble. Then trouble أي المشكلة والمشاكل. Get in trouble. إذن يتورط في مشكلة. Get in trouble. لدينا get up. Get up. إذن ينهض. Get up. إذن ينهض أو يستيقظ أو ينتقل من مرحلة الاستلقاء إلى الوقوف. إذن get up. Get up. Okay. I get up in the morning. أي أستيقظ في الصباح أو أنهض في الصباح. Okay. Get up. Get up. نقول get away. Get away. أي يغادر مكانا ما. Get away. Get away. Get away. Get away. أوكي إذن يغادر مكان ما. قلنا أن حرف T عندما يأتي ما بين حرفين متحركين مثل E و A إذن ينطق ك D. Get away. Get away. لدينا get lost. Get lost أي اذهب بعيدا عني واتركني وشأني. أوكي get lost فهو تعبير غير لبق. أوكي
عندما تريدون استخدامه فلا تستخدمونه مع أشخاص تحترمونهم، إذا نستخدمه مع أشخاص يعني أصدقاء، أو نقول لهم get lost get lost، اذهب بعيدا واتركني وشأني. get sick get sick، إذا يمرض أو يتقيأ بحسب السياق. إذا حسب السياق يعني get sick يمرض و get sick كذلك تعني يتقيأ حسب الجملة. إذا بهذا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، أتمنى أن تكونوا قد تعرفتم على تصريف the verb to get في simple past, simple present و simple future. إذا شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.